السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نكمل مع بعض وناخد الثيرد ستيب عندنا، وهي إن إحنا نعمل نرسم النتورك بتاعتنا البيرت سي بي إم نتورك. تمام، كلام جميل. بعد طبعا ما طلعنا التيبل اللذيذ، أو التيبل ده جالنا جاهز اللي هو فيه الأكتيفيتي وفيه البريدسيسور. تمام، أو بعد أول خطوتين يعني بنبدأ نرسم النتورك. اول خطوتين دول زي ما قلنا بتلخصوا في الايه، في الجدول او في التيبل اللي هو قدام حضراتكم ده. تمام، قال لك بقى تيجي لمرحله ان انت ترسم نتورك. قال لك عندك طريقتين. اول طريقه اسمها اكتيفيتي اون نود الاي او ان، ودي ان احنا النود بتمثل الاكتيفيتي. النود دي بيكون شكلها عامل ازاي هنعرف، لان دي الطريقه اللي احنا بنستخدمها، دي الطريقه اللي الكتاب مستخدمها هنا. في طريقه تانية اسمها اكتيفيتي اون ارك. تمام، وهنا بنستخدم الاركس عشان ايه، تمثل الاكتيفيتيز، ودي الطريقة احنا مش دي الطريقة احنا مش هنستخدمها. تمام، كلام جميل جدا. طيب النتورك بقى، وانت بترسم الاكتيفيتيز بتاعتك، عندك في تو نودز لازم ترسمهم كده في اي نتورك هترسمها في الشابتر دوت. تمام، نود اسمها ستارت ونود اسمها فينش. الستارت دي ستارت الاكتيفيتيز اللي هو ايه، بداية الاكتيفيتيز بتاعتك، ونهايه الاكتيفيتيز بتاعتك اللي هو الفينش. تمام، طيب النود دي بيكون شكلها عامل ازاي يا عم سمير؟ قال لك النود دي بتكون شكل ريكتانجل. تمام، طيب ما تيجي كده نرسم ونشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي عشان نبطل رغي كتير. طيب انا جبت التيبل عندي بره وهبدا ارسم. فانا هنا هبدا اكتب اول حاجه ايه، الستارت. لازم كل الاكتيفيتيز تكون ما بين ستارت وفينش. تمام، فهنا الستارت دي، تمام، انا كنت راسمها عشان انا بس مش عايز نضيع وقت كتير في الرسم. تمام، ونحطها هنا بيست. كلام جميل. طيب بعدين بقى، بعدين بتمسك كل اكتيفيتي وتبدا ترسم لها ايه، النود بتاعتها. فاحنا قلنا النود بيكون شكلها عامل ايه، ستارت. الستارت اهي على شكل برضه ريكتانجل. النود برضه كل اكتيفيتي بيكون على شكل ريكتانجل برضه. الشكل عامل ازاي برضه انا رسمته وجهزته عشان ايه، ما ناخدش وقت طويل. تمام، فهنا هنحط الاكتيفيتي بتاعتنا. تمام، كلام جميل جدا. نحطها هنا، ماشي يا رب بس المكان يسيع شويه، انا ممكن اصغرها شويه. تمام، كلام جميل. طيب فهنا نكتب ايه، قال لك انت دلوقتي عندك في البدايه خالص مين اللي بدا، A و B، صح كده؟ مش ده اللي واضح، مش ده اللي واضح، ما لهمش بريديسيسور، فدول البدايه بتاعتك صح. لكن هنا C قال لك كان ايه، لازم ايه، لازم الاكتيفيتي ايه تخلص الاول. فانت بكل بساطه شديده جدا تيجي تكتب هنا ايه، ايه. تمام كده. طب قال لك بي هترسمها فين؟ طب قبل ما ترسم بي انت لازم تعمل ايه، لازم تطلع سهم من ستارت على ايه، على الايه، صح. كلام جميل جدا. فهو سهم معناها ان ايه، ان ايه بدا، يعني ايه ده البدايه بتاعتي. تمام، كلام جميل. هنا طبعا يعني كانوا بيكتبوا الوصف وكده. طبعا شكل الريكتانجل ده يتغير، هيتغير في ان شاء الله في الفيديو الجاي. يعني هو هيبقى نفس الايه برضو، بس هنضيف عليه شويه حاجات تانية اللي هو تايم، هنضيف شويه اوقات وحاجات زي كده يعني. تمام، طيب قال لك واحده في عندي حاجه تانية بدات، صح كده؟ ايه اللي بدا يا عم الحاج تاني؟ مش اللي بدا عندك البي، مش عندك البي بدات في نفس الوقت اللي بدا فيه الايه، صح كده ولا انا غلطان؟ قال لك اه صح. كلام جميل. فتيجي تكتب هنا ايه، البي، وتطلع برضو سهم من الستارت. تمام، وتكتب هنا البي. كلام لذيذ. السي قال لك السي بدأت يا عم الحاج بعد ما ايه، بعد ما الايه خلص. اذا تعمل ايه بقى، هتروح بكل بساطة شديدة جدا، تمام، تروح جاي ايه جنب الايه كده، وجاي وراسم ايه، الاكتيفيتي سي. تمام، الاكتيفيتي سي، تروح كاتب هنا السي، وتروح مطلع ايه، سهم صغنن كده من الايه. معناها كده ان السي هتبدا بعد ما الايه تخلص. تعالى على الدي كده، الدي بدات امتى؟ بعد ما البي خلص. تروح بكل بساطه شديده جدا عامل نود تانيه جنب البي، صح يا عم الحاج؟ قال لك اه صح. تمام، وتروح هنا راسم ايه، كاتب ايه هنا، كاتب الدي. تمام، وتروح مطلع سهم صغنن برضو، نفس السهم الصغنن. انت طبعا هتكون اسرع مني، ماشي، ومعناها ان الدي مش هتبدا الا غير اما ايه، اما الحاجه ده يخلص، اما البيت خلص. تعالى بقى على الاي، الاي بدات امتى؟
قال لك الاي بدأت لما السي، ها لما السي انتهت صح كده، فتروح ايه راسم واحدة تانية عند السي، راسم واحدة تانية عند السي تمام اهو، تروح ايه كاتب الاي تمام، وتروح راسم ايه سهم صغنن برضو تمام. طيب بالنسبة بقى للاف، للاف بدأت برضو بعد السي، فتروح عامل ايه بقى، ها تروح منزل برضو ايه تيبل صغنن كده، ريكتانجل صغنن كده برضو تمام عند الايه تحت الاي، وهو تكتب فيه ايه، تكتب فيه الاف، الاف، وتروح منزل ايه سهم منين، من السي، معنى كده ان الاف والاي بدأوا بعد ما السي خلصت. تيجي عند الجي، الجي بدأت امتى، بعد ما الدي والاي خلصوا. طب بص بقى معايا، انا دلوقتي هرسم الجي، هرسم دلوقتي الجي تمام اهو، دلوقتي انا حطيت الجي اهو، ليه حطيتها بعيد كده؟ قال لك حطيتها بعيد ليه؟ لان انت حضرتك دلوقتي هي معتمده على الاي ومعتمده على الدي، فانا دلوقتي لو حطيتها جنب هنا جنب الدي تمام هتروح منزل سهمي كده، طب ليه ما تحطها بعيد شويه كده وتوسع على نفسك، ربنا يوسع عليك تمام. فتروح حطيتها بعيد كده، مصغر الدنيا شويه، وتروح كاتب ايه، كاتب هنا ال الجي تمام، وتروح مطلع سهم من الدي. طب قال لك بص، مش انت دلوقتي ممكن تبدل ما بين التو اكتيفيتيز دول وتقرب المسافات شويه، يعني بمعنى صح تعمل ايه، هتروح جاي هنا وكاتب ايه، كاتب هنا بدل ال بدل الاي اف وبدل الاف اي، بمعنى صح تروح جاي كده كاتب هنا اف وكاتب هنا ايه اي. ليه انا عملت الحركه دي؟ عشان بس نقرب المسافات شويه يا جماعه، عشان نقرب المسافات شويه. الكلام اللي انا عملته ده صح، صح ولا غلط؟ الكلام اللي انا عملته ده صح ان شاء الله، لان الجي معتمده على الاي والدي صح كده. طيب فاضل لنا ايه بقى، الاتش، فاضل لنا الاتش وهي ايه الريكتانجل الاخراني وهو الاتش تمام، وهنرسمه كده فوق شويه هنا ونصغره شويه صغننين تمام، ونكتب هنا ايه الاتش تمام. الاتش بقى معتمد على مين؟ معتمد على الاف، ها صح كده، وعلى مين، وعلى الجي تمام. طبعا انت عندك هيكون اوسع من كده، يعني انا بس عشان ايه الدنيا صغيره شويه. اخر حاجه بقى قلنا ايه، ما ننساهاش، احنا زي ما عملنا ستارت لازم نعمل فينش تمام، كويس جدا. فانا الفينش برضو حطيتها تحت كده شويه عشان بس ايه توفيرا للوقت تمام، وهي وادي الفينش تمام. ممكن نرفعها فوق شوية برضو عشان الاتش تمام، وبكده نكون خلصنا، وبكده نكون خلصنا ايه النتورك بتاعتنا. طب ايه اللي فاضل يا عم سمير؟ قال لك لا فاضل في خطوات، انت دلوقتي انت كده، انت كده رسمت الثيرد ستيب، انت كده خلصت ايه تالت خطوة اللي هي درو نتورك. تعالى كده نشوفها بقى في الكتاب اهو، بس طبعا في الكتاب عشان واسعه وكده فمظبط الدنيا شويه، وزي ما قلنا هنا بكتب الوصف اللي مدولك فوق الديسكريبشن دوت تمام. جميل جدا، ان شاء الله بقى في الفيديو الجاي هنكمل ونشوف شكل تاني للنتورك، مش شكل تاني احنا هنعدل بس على شكل الريكتانجل دوت، لكن الستارت والفينش زي ما هم، وفي شويه ايه وهنا طبعا الارك زي ما هي، اللي هنعدله بس ايه الايه دوت تمام. ده كده تالت خطوه عندنا، دي تالت خطوه عندنا تمام. ارسمها ورايا لو حابب عشان ايدك تتعود عليها، وطبعا ليه عرفنا هنا ليه غيرنا ما بين الاف والجي، انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده تمام. ومعنى هنا الجي دوت معناه ايه، السهمين دول معناه ايه، ان الجي عمره ما هيبدا الا غير ما ده يخلص تمام، ده برده دول عمرهم ما يبداوا الا غير ما السي تخلص تمام. وطبعا ان شاء الله انتم تكونوا فهمتوا حاجه زي كده، مش عايز اطول عليكم بس اكتر من كده، وان شاء الله في الفيديو الجاي ناخد بقى رابع خطوه معانا، وهي ان احنا ندخل بقى فاكتور التايم معانا تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.